Now. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه السلام عليكم لا شك انه احيانا نكون نشاهد بعض الفيديوهات على اليوتيوب ونود ايضا البحث في نفس الوقت لكن الطبيعي انه عند البحث عن فيديو يتم مباشرة الانتقال الى صفحة البحث وبالتالي اغلاق الفيديو الذي كنت تشاهده لكن ماذا إن قلت لك بأن هنالك طريقة يمكنك من خلالها البحث والإبقاء على الفيديو الذي كنت تشاهده في نفس الوقت نعم هنالك طريقة من خلال إضافة Second Play يمكنك تحميل الإضافة بطبيعة الحال من رابطها الرابط تجده في وصف الحلقة على اليوتيوب وأيضا في التدوين على موقع مشروح إذا دعونا نثبت الإضافة نضغط على Free أو Gratuit أو مجانا كالعادة ثم نعيد الضغط على Add أو أضيف أو أجوتي أي أيا كانت اللغة ننتظر بضع ثواني ريثما يتم تثبيت الإضافة وبالفعل تم تثبيتها انبثاق هذه النافذة دليل على انه تم تثبيت الإضافة وفتح هذه الصفحة هنا ملاحظة تقول لنا بأن هذه الإضافة لا تعمل مع إضافة آد وأيضا إضافة آد بلوك بلس لمنع الإعلانات يمكنك بطبيعة الحال إن كنت تستخدم هاتين الإضافتين أن تقوم بإيقافهما إن كنت ترغب في تشغيل هذه الإضافة إذا نذهب لليوتيوب انا سبق وبحثت هنا كما تلاحظون في العنوان تحميل فيديو من اليوتيوب هنا من ضمن النتائج تجد بعض فيديوهاتي بطبيعة الحال مثل حلقة 11 طريقة لتحميل فيديو من اليوتيوب مثل أيضا طريقة تحميل فيديو أو قائمة تشغيل أو قناة كاملة على اليوتيوب هذه الحلقة أيضا مثل حلقة تحميل فيديو من اليوتيوب ببرنامج ريال بلاير زائد تقطيع الفيديو بنفس البرنامج نقوم مثلا بمشاهدة هذا الفيديو نقوم بالضغط عليه يتم نقلي إلى صفحة المشاهدة كما تشاهدون الآن يبدأ الفيديو كما تلاحظون الفيديو الآن يشتغل لكن أنا أود البحث مجددا في نفس الموضوع أو أي موضوع آخر مثلا أكتب هنا تسريع الكمبيوتر على سبيل المثال ثم أضغط على أيقونة البحث وكما تلاحظون الفيديو يشتغل لا زال يشتغل معي هنا في الأسفل كما تشاهدون وفي نفس الوقت يمكن الاطلاع على نتائج البحث الذي قمت بالبحث عليه يمكنك بطبيعة الحال حتى تكبير الشاشة بالطريقة العادية كما تشاهدون أو تصغيرها والاستمرار في الاطلاع على الفيديوهات والبحث إذا لا شك أنها إضافة رائعة جدا وكان هذا كل شيء في هذه الحلقة البسيطة وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تنسى الاشتراك في قناة مشروع الأولى وكذلك القناة الثانية للبقاء على اطلاع بجديد القناتين ثم الانضمام إلى متابعي ومحبي مشروح على الفيسبوك ثم زيارة موقع مشروع للبقاء على اطلاع بجديد الحلقات والمقالات اليومية